بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في جميع أنحاء العالم، أهلا وسهلا بكم وإحدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. طب إيه رأيكم بقى نبتدي الحلقة المرة دي بشكل مختلف خالص؟ نبتدي الحلقة بفزورة. عايزين تسمعوا الفزورة؟ تعال نسمع الفزورة ونشوف حلها مع بعض، والحل بتاع الفزورة هو هيبقى موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة. أجزاء صغيرة توجد في فم الإنسان شبه عظمية، ليها ثلاث فوائد. الفائدة الأولانية هي أول حاجة بتتعامل مع الأكل. الفائدة الثانية بتدي شكل جمالي للفم. الحاجة الثالثة بتساعد في مخارج الألفاظ. أعتقد إن إحنا كلنا عرفنا إيه هي. النهاردة عنوان حلقتنا النهاردة هو الأسنان. وبعدين أول ما الناس سمعت بره فزورة قالت لك عايزين نعرف الجايزة إيه. الجايزة إن شاء الله هنديكوا طقم أسنان في نهاية الحلقة. هنتكلم النهاردة على الأسنان بشكل مختلف شوية. هنتكلم على الأسنان الوقاية والعلاج. كلنا ما بنحبش نروح دكتور سنان. طب ايه اللي ممكن نعمله عشان نرشح دكتور السنان؟ واحنا ضيفنا النهارده هيزعل، انت مش عايز حد يجي لي؟ عشان كده اخترنا عنوان حلقتنا النهارده الاسنان بين الوقايه والعلاج. ويسعدنا ويشرفنا ويكون ضيفنا ضيفكم النهارده دكتور يحيى السيد حنفي، اخصائي طب الفم والاسنان للقصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور يحيى. انا عايز اقول لك ان احنا اول مره نطلع بحلقه بفزوره، لان الموضوع يستدعي ان احنا نطلع بفزوره. هو فكره حلوه طبعا ان انت تستخدم التشويق علشان تشد اذان وانتباه المشاهدين، وده بيخليهم يركزوا اكتر معانا عشان يعرفوا معلومات ان شاء الله تكون في مصلحتهم يعني. شكرا لحضرتك يا دكتور يحيى، بس عايز اقول لك الفزوره فتحت عليا باب، كله عمال يسال ايه الجايزه الجايزه. فاحنا عندهم حاجه غير طقم السنان، ممكن نديهم فرشه سنان مثلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كنوع من انواع الوقايه. بالظبط يا فندم. خلينا ناخد البرنامج بتاعنا، هناخده على جزئيتين. الجزء الاولاني هنتكلم عن الوقايه وايه الاسئله اللي تخص الوقايه، والجزء الثاني هنتكلم عن العلاج وايه الاسئله اللي ممكن تخص العلاج. وخلينا قبل ما نبدا الاسئله مع ضيفنا الكريم نسترجع مع حضراتكم رقم الواتساب اللي هو وسيله التواصل بيننا وبين حضراتكم، 012-04-87-8112 012-04-87-8112. دكتور يحيى، عايزين نعرف بقى ونبتدي نخش في الموضوع، ونتمنى ان احنا في اخر حلقه ندي معلومه تفيد المواطنين او المشاهدين الكرام. عايزين نعرف ما هو الفرق بين الاسنان اللبنيه والأسنان الدائمة، وهي فعلا اسمها لبنية ولا ديها اسم تاني؟ هي اسمها طبعا بالعربي الأسنان اللبنية. تمام. الأسنان اللبنية هي أول سنان بتطلع لما بكون في مرحلة الطفولة، اللي هي سنة كام يا فندم؟ ده بتبتدي من 6 شهور. تمام. أول بزوغ للأسنان الطفل بيكون عند سن 6 شهور. تمام. بتبتدي تطلع تباعا ولحد سن سنتين بتكتمل. بيبقى في سن سنتين عنده حوالي 20 سنة وضرس في الفكين، الفك العلوي والسفلي. تمام. وبيفضل يستخدمهم الطفل يعني لحد ما يبلغ 6 سنين. تمام. بعد كده بيبتدي فترة طلوع السنان الدائمة، بيبتدي يبدل الأسنان اللبنية من أول الأسنان الأمامية كده برضو تباعا، وتبتدي تنزل السنان الدائمة بدل اللبنية. وبعدين بيبتدي في نفس الوقت طلوع بعض أسنان الدائمة اللي ما كانتش موجودة عنده قبل كده، اللي هي الضروس الخلفية. تمام. وبيبتدي السنان بقى الدائمة بتناسب بقى المرحلة اللي هو هيبتدي ينتقل فيها من الطفولة، انه يكبر شوية يبقى شاب وراجل كبير. بنبتدي مرحلة التبديل من عند 6 سنين، ويفضل في فترة من 6 سنين ل 12 سنة عنده أسنان لبنية، وبعضها بيقع ويبتدي يحل محله أسنان دائمة. تمام. لحد ما يوصل لسن 12 سنة مفروض يعني تكون كل الأسنان الدائمة طلعت، يعني اللبنية خلاص تكون اختفت من بقه وحل محلها الأسنان الدائمة. وتبتدي بقى الأسنان الدائمة تقعد معاه عمره. هل في سقوط الاسنان اللبنيه هل بيبقى في ترتيب معين للسقوط؟ طبعا. بيبقى في الاول الاسنان الاماميه، وبعدين نبتدي ننتقل الاسنان اللي هي الضروس، وبعدين يرجع الناب، وبعدين اخر ضرس بيقع اللي هو الخلفي، وتبتدي بقى تباعا في خلال من 6 ل 12 سنه. تمام. طب حضرتك دلوقتي بتقول من سن سنتين، هنا بقى يتبادر لذهني سؤال، طب هل في طريقه معينه للام اللي هي حامل او الجنين في بطن امها، هل في حاجات معينه ممكن تعملها
تخلي أسنان الطفل اللي هو بعد كده هيبقى شاب أسنانه كويسة؟ هو طبعا يعني غذاء الأم وتغذيتها وحالتها الصحية بتساهم بشكل كبير جدا في تغذية الجنين. تمام. على أساس إن هو وهو يعني الأسنان بذرة الأسنان نفسها بتتكون في فم الجنين في العظام بتاعته وهي والدته حامل فيه. تمام. فحالتها الصحية والجسمانية يعني بتفرق. لو كانت هي ضعيفة وعندها مشاكل صحية أو خدت بعض أدوية معينة زي بعض المضادات الحيوية وأدوية معينة بتأثر على تكوين الأسنان. هل طبيعة الأكل بتاعتها في أثناء فترة الحمل ممكن برضو تؤثر بالإيجاب أو بالسلب؟ المفروض طبعا تتغذى كويس وتتابع مع الدكتور بتاعها على أساس إن هي جسمها ما يضعفش أو يفقد مواد غذائية تؤثر في تكوين الأسنان للطفل وتكوين الكالسيوم فيه، ما يحصلهاش هي مشاكل في جسمها تخلي مفيش تكوين كويس للأسنان بحيث إنها تضر صحة الأسنان بتاعة الجنين لما يتولد. تمام. طب خلينا بقى نسأل سؤال، أول سؤال في الوقاية، والسؤال بتاع الوقاية من خلال إجابة حضرتك على السؤال اللي قبل كده هنسأله في سن 6 سنين وما بعد سن 6 سنين. ده المفروض من قبل كده. تمام. نعلم طفلنا أو إحنا حتى قبل ما هو يتعلم في الفترة اللي هو لسه فيها غير قادر على إنه يمسك فرشة الأسنان، احنا المفروض ننظف له اسنانه بكذا وسيله. يعني ممكن من يعني في الام تجيب مثلا قطنه مبلوله وتعصرها وتمشي على اسطح الاسنان كده كذا مره في اليوم بحيث انها ما تسيبش عليها اي بقايا تعمل مشاكل او تسوس في الاسنان. تمام. وبعدين لما هو يبتدي يتعلم يمسك الفرشه بنبتدي ان احنا نعلمه ان هو يغسل اسنانه بحيث ان ما يتراكمش عليها بقايا الاكل وتبتدي تعمل تسوس، والكلام ده هو اللي هيخليه طول عمره في اقل ريسك او خطر ان هو اسنانه تسوس طول ما هو بيستعمل وسائل تنظيف اسنانه، منها ان هو يستعمل فرشه الاسنان ويغسل اسنانه كويس ويبتدي ان هو يحافظ على يعني الاكل اللي بياكله. لو كان حلويات مثلا او حاجات تعمل تسوس الاسنان لازم يكون دايما بعديها على طول يبتدي ينظف اسنانه، ما يسيبش الاكل يتراكم على اسنانه. ده حاج بتتكلم على الطفل من هو نقول من سنتين لسن 6 سنين. من اول ما يتعلم يمسك الفرشه طول حياته بقى. تمام. الكلام ده مش هيقف عند الاسنان اللبنيه بس. هل في عدد مرات معينه ممكن نستخدم فيه فرشه السنان؟ من 2 لـ3 مرات في اليوم. 2 لـ3 مرات. هل بيبقى اتفضل قبل الاكل ولا بعد الاكل يا دكتور؟ طبعا بعد الاكل. بعد الاكل. قبل الاكل ده ما بيبقاش يعني خلاص ما في، يعني انت لو غسلت مش هيتراكم على اسنانك غير في بعد ما تاكل. اصل اعتقد ان احنا كلنا عندنا هابت الصبح او عاده الصبح ان احنا بنقوم اول حاجه نعملها بنغسل سناننا. ما هو ده خطا كبير جدا. لان المفروض انت تفطر الاول وبعد ما تكون خلاص خلصت وجبه الافطار تشيل بقى الريمينانتس او البقايا بتاعه الاكل علشان تبقى انت كده ازحت يعني نظفت خلاص بقى سطح الاسنان عشان ما يحصلش مشاكل فيه وتسوس. تمام. طب حضرتك في سياق حديث حضرتك بتقول ان احنا بنستخدم فرشه السنان. تمام. هل في نوع من انواع الفرشه حضرتك بتفضله؟ يعني مثلا نعرف في السوق مثلا في الفرشه الهارد وفي الفرشه السوفت. صحيح. في الميديا. هل حضرتك في نوع معين حضرتك بتفضله نستخدمه من الفرش ومع سن ايه؟ يعني امتى استخدم الفرشه السوفت وامتى استخدم الفرشه الميديا وامتى استخدم الفرشه الهارد؟ شوف حضرتك، هو كلمه هارد وسوفت وميديوم دون حضرتك بيعبر عن مدى خشونه الشعيرات بتاعه الفرشه نفسها. تمام. ففي حالات بنستخدم فيها الفرشه السوفت هي بتزيح بقايا الاكل. حضرتك كطبيب متخصص انت اللي بتحدد للعيان. طبعا. يعني لو في واحد مثلا سنانه او اللثه بتاعته فيها حساسيه او بتنزف او في التهاب مش هقدر استعمله في الفتره الاولانيه غير الفرشه السوفت. سوفت. يبتدي يستعملها بالراحه كده وبهدوء علشان يقدر ان هو ينظف اسنانه وفي نفس الوقت ما يأذيش اللثه والانسجه المحيطه بتاعه اللي هي فيها التهاب. لكن في النورمال المفروض يعني لو هو ما عندوش اي التهابات او ما عندوش اي مشاكل في النورمال المفروض يستخدم فرشه الاسنان الميديوم. الميديوم. ايا كان بقى سنه. المفروض. تمام. الهارد امتى بقى نستخدم الهارد دي؟ احنا عندنا برضو عاده يقول لك ايه لا يفضل استخدام الفرشه الهارد لانها لا يفضل استخدام الفرشه الهارد. لا يفضل استخدام الفرشه الهارد لانها
بتعمل تآكل في سطح المينا بتاع الأسنان بالاستخدام. تمام. في فترة ده حتى لو الفرشة الميديم أنت حضرتك استعملتها بعنف ليها تأثير، بتعمل أمراض يعني، بتعمل مشاكل في اللثة، بتعمل التهاب، وفي نفس الوقت ممكن تبتدي تعمل مشاكل في الأسنان لو أنت استعملتها غلط أو بعنف، لو استعملتها بطريقة مش صحيحة. دكتور متهيألي كده يبقى متهيألي إن إحنا الاتجاه للفرشة السوفت يبقى أفضل. الفرشة السوفت مش يعني ما بتبقاش فيها يعني، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الأمور الوسط اللي هو اتفضل. لا تمام، انا مؤكد كلام حضرتك فعلا. هو الوسط هي اللي اتفق العلماء على انها بتنظف كويس من غير ما تاذي الاسنان. تمام. طب هل في طريقه معينه لاستخدام الفرشه جوه الفم؟ طبعا. يعني هل احنا لما نيجي نتعامل مع الفرشه، بس انا برضو خلي بالك احنا اعتقد ان احنا ما عندناش هذه الثقافه. طبعًا. هي حتى التعامل مع الفرشه، عشان كده في ناس تيجي تقول لك انا بغسل اسناني كل يوم واسناني مسوسه وازاي؟ تمام. حضرتك في طبعا طرق ايديال ان انت تستعمل فرشه السنان، ولو ما استعملتش فرشه السنان بالطريقه اللي بيوصيك بيها دكتور السنان انت هتاذي الاسنان واللثه اللي حواليك، هتجيب نتيجه عكسيه. هتدخل يعني انت كده هتدخل في مشكله. تمام. ازاي؟ احنا دلوقتي بناخد فرشه الاسنان وبنقسم البق بتاعنا لاربع كوادرانتس، اربع تربع. تمام. اتنين يمين واحد فوق وتحت، واتنين شمال فوق وتحت. كل ربع بتبتدي ان انت تغسل فيه الاسنان، اول بتجيب الاسطح الاسنان الاول من بره من ناحيه الشفايف والخدود من جوه، وتبتدي تتحرك في حركه اب اند داون فوق وتحت. تمام. ما ينفعش ان انت تعمل كده اهو. كده اهو دي احنا كنا بنعمل كده اهو. لا غلط، طبعا غلط خالص. المفروض ان حضرتك تستعملها اب اند داون موازي للمحور الطولي للسنه. ما ينفعش ان انت تيجي تعملها بالعرض كده اهو. تمام. ده كده الاسطح اللي هي الايه؟ الخارجيه اللي هي بره مواجهه للشفايف وللخدود. وبعدين تبتدي تفتح بقك فتحه صغيره كده وتبتدي تاخد السطح الطاحن. ده بقى اللي ممكن تعمله قدام وورا كده اهو. بالراحه. تمام. وبعدين تقلب الفرشه وتنضف اللي فوق. يبقى كده ايه؟ اليمين والشمال. وبعد كده تيجي في المنطقه اللي هي ما عملتش فيها اللي هو الجزء الداخلي ده الاسنان تحت، تبتدي ان انت تنظفه اب اند داون برده فوق وتحت، وفي نفس الوقت السطح الخلفي. تمام. جالي سؤال على الواتساب دلوقتي، بسؤال بيسال عن خيط الاسنان. تمام. خيط الاسنان ده ليه الاستعمالات بتاعته. لما يكون في مثلا يعني هو بيعتبر مساعد لفرشه الاسنان. في بعض الناس بيتحشر في بين اسنانهم اكل، او بيكون في سبيسز بين الاسنان خفيفه كده يعني، فراغات خفيفه كده بين الاسنان، فمش هو يعرف فرشه الاسنان العاديه انها تقدر تشيل البقايا ده يعني. فطبعا بيتعرض السطح بتاع السنان الجانبي ده ان هو يسوس، فاذا بنستعين بطريقه معينه غير فرشه السنان عشان نقدر نزيل بقايا الاكل من بين الاسنان. بنستخدم خيط الاسنان، دخله بين الاسنان اللي هي اللي فيها المشاكل، ونبتدي ان احنا نزق الاكل، بقايا الاكل لو كان في الفك السفلي او العلوي في اتجاه معاكس لدخول الايه؟ الخيط. وبعدين تكمل بقى بفرشه الاسنان العاديه تنظيف بقيه اسطح السن. ولازم تبقى جنتل كده وانت بتستعمل خيط الاسنان، لان انت ممكن تدفعه بقوه يبتدي يروح مقطع اللثه. وممكن كمان تستعمل خله الاسنان بس يعني زي ما تقول كده بحرص شويه، لانها يعني بتحاول ان هي مثلا لو عملت جرح في اللثه هيبقى صعب قوي يعني، هيبقى مزعج يعني. فانت حضرتك ممكن تستعملها بحرص عشان لو في اي حاجه بين الاسنان مع الخيط ومع الفرشه، يبقى انت كده يعني غسلت جميع اسطح الاسنان اللي هي ممكن معرضه للتسوس او تعمل مشاكل. بس طبعا كله بيبقى تحت اشراف حضرتك، يعني انت اللي بتوجه العيان طبعا استخدم خيط الاسنان. يعني معلومه زي ان حضرتك لازم تكون جنتل وانت بتدخل الخيط دون، لو حد استعمله بعنف هيتعب يعني، هيبقى متضايق كل شويه اللثه بتاعته مجروحه عنده مشاكل. فهو لازم دكتور الاسنان يوجهك في كل حاجه من اول فرشه الاسنان لحد خيط الاسنان. طب احنا هل ممكن بقى نجمع كل حاجه قلت ده بنقول ايه؟ ما هي العادات المدمره للاسنان؟ وهنا تبادر ليا سؤال برضو مربوط بهذا السؤال، السجاير. طبعا السجاير من العادات المدمره للصحه كلها مش للاسنان. تمام. بس هي بتبتدي يعني في الاسنان، لان ده اول مدخل
للاسنان. تمام. فطبعا السجاير بتعمل الوان على السنان وبتعمل صبغات بتبتدي تترسب على سطح الاسنان الخارجيه بتخلي المنظر مش تمام، الى جانب انها بتعمل مشاكل في اللثه وبتخليها تضمر وتتراجع وتبتدي في الاخر السنان تلخلخ. تمام. بعد فتره يعني. تمام. في عادات كتير الانسان ممكن لو استعملها او عملها تضر اسنانه، يعني مثلا منها انك تقرقط ضوافرك، انك دايما تاكل حاجات ناشفه، انك تفتح ازازه بيبسي بسنانك او تكسر حاجات ناشفه بسنانك، كل الحاجات دي بتؤدي الى تاكل في ماده المينا وممكن تنكسر السنه ويبتدي ندخل بقى في مشاكل تانية. جالي سؤال على الواتساب دلوقتي بيقول لك عندي طفل عنده 6 سنين وبالليل بيجز على اسنانه جامد قوي لدرجه ان هي مامته بتصحى من صوت الجز. طبعا. ايه بقى التفسير وايه العلاج؟ احنا كده دخلنا بقى هنخش في العلاج. بالظبط. الجز ده يعني هابت، يعني عاده، في ناس عندها انها بتجز، في ناس بتجز وهي صاحيه وفي ناس بتجز وهي نايمه. بس طفل عنده 6 7 سنين ما تعرفش. وهل ده بيبقى له ضرر على السنان؟ طبعا. دلوقتي حضرتك السنان ده هي متكونه من طبقات. اول طبقه اللي هي الخارجيه دي المينا، دي اللي بروتكت، يعني بروتكت السنه، اللي هي بتحمي السنه من حاجات كتير وبتقاوم التسوس، ويعني حاجه حلوه يعني. فانت لما تبتدي، وربنا خلق السنان مش ان انت تستعملها اوفر، يعني مش ان انت تستعملها طول الوقت، فانت لما تستعملها يعني بطريقه معينه غلط، اللي هو ان انت تعض على اسنانك وتجز، فانت عامل لود، حمل على السنان مش ربنا خلقه عشانه. طب نمنع ازاي الطفل بقى ان هو يجز على اسنانه؟ او حتى انك تمنعه، دي بقى تدريب وعلاج ويشوف اخصائي نفسي ويعرف السبب. هل في حاجه بتتحط وهو نايم؟ ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. انك انت الاول تعالج السبب لو قدرت، انك يشوفه سايكاتريست، يعني طبيب نفسي، ويعرف القصه دي ليه ويحاول ان هو يهديه وكلام زي كده. لكن بالنسبه احنا لينا كاسنان، في بنحط حاجه اسمها نايت جارد، او حاجه يلبسها المريض بالليل، تركيبه كده يلبسها علشان تحمي الاسنان من الاوفر لود او العض الزياده، فيبتدي هو ما يعملش كده. تمام. طيب خلينا نكتفي بهذه الاسئله عن الوقايه ونخش احنا في العلاج. فضل. واعتقد العلاج طبعا بيبقى اصعب من الوقايه. عايز اقول لحضرتك ان هو اساسا دكتور الاسنان معمول للوقايه مش للعلاج. تمام. والمفروض انا الحقك قبل اي خطر. تمام. انا بلحقك قبل اسنانك مسوس واقول لك اغسلها. ولو حصل تسوس او حاجه هبتدي الحقك قبل ما تدخل في مشاكل اكتر. فانا اساسا جارد ليك، يعني حارس ليك. تمام. ان انا بحميك من انك تخش في مشكله المرض. تمام. لو انت دخلت بقى، ندخل بقى في اللاين الثاني اللي هو ايه؟ العلاج. العلاج بالظبط كده. خلينا نعالج، نتكلم على الجير وعلاجه، نعرف اولا يعني ايه جير السنان. تمام. وازاي نعالجه. تمام. دلوقتي حضرتك لما بتاكل اي وجبه، بتبتدي الوجبه دي بقى انت بتقطع القطع صغيره بالاسنان وتدوب بقى في اللثق، في اللعاب، وتبتدي بقى تترسب على ايه؟ سطح الاسنان. دكتور ريحه معلش استاذنك، المخرج عايز فاصل ونرجع كمان. اتفضل. استاذنكم فاصل ونواصل ان شاء الله. اتفضل. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في برنامج صحتك ثروتك. كنا بنسال ضيفنا الكريم قبل الفاصل الجير وكيفيه علاجه. اتفضل يا فندم. هو الجير حضرتك ما بيبدأش جير، هو في الأول بقايا الأكل اللي هي بتبقى في بق الإنسان بعد ما بيخلص الوجبة بتاعته بتترسب على السنان وبيكون لسه في مرحلة طرية. في الحالة دي ربنا بيديك فرصة إن هي أنت تنظف الأسنان ويتشال، لأن هو اسمه بلاك. البلاك ده عبارة عن بقايا الأكل الطري أو اللي هي لسه سوفت، مش ما اتجمدتش يعني، تقدر انت تشيلها بالفرشه وتنظف. لو حضرتك سبتها بقى وطنشت بقى فتره طويله وبتاكل وما بتغسلش اسنانك، يبتدي الجزء اللي اترسب ده يهارد، ان هو ينشف ويتكلس ويبتدي يكون طبقه تخينه كده، دي ما بتنزلش بالفرشه، ما ينفعش انك تنزلها بالفرشه لانها تصلبت. وبعدين بتبتدي بقى انها تكبر في الحجم وتبتدي تعمل التهابات شديده جدا في اللثه وتضغط على اللثه بحيث انها تتراجع، اللثه نفسها تتراجع، تنكمش وتبتدي العظم اللي داعم للثه نفسه يبتدي الجير يزحف عليه ويبتدي ان هو يحصل تاكل في العظم نفسه، لحد ما تبص تلاقي في الاخر
لو انت طنشته ما نظفتش وما روحتش لدكتور الاسنان علشان يبتدي ان هو يشيل الجير ده بادوات بتاعته، ان في الاخر ممكن تفقد الاسنان تتحرك وتروح منك. يعني هو الاساس لو كنا احنا منتظمين في استخدام فرشه طبعاً. السنان هنتجنب موضوع الجير والمشاكل اللي بتترتب من ترسيب الجير في الاسنان. طبعا طبعا. حاج جاي لي سؤال على الواتساب، ما هو المقصود بتقويم الاسنان وايه السن الامثل لاستخدام هذه الحاله او هذا الميكانيزم او تقويم الاسنان؟ تقويم الاسنان بيكون ليه اكتر من يعني من شكل، يا اما يكون في مشاكل في الفك نفسه، يكون قفله الفك نفسها مش مظبوطه في العظم نفسه، يا اما يكون في مشاكل في الاسنان نفسها. القفله دي بتبقى هل بتبقى في الفك العلوي ولا الفك السفلي ولا ممكن تبقى في احد الفكين؟ مفيش مشكله، الفكين او الاثنين مع بعض مفيش اي مشكله. تمام. فبنبتدي ان احنا نتصرف على اساس حاله البني ادم، وكل حاله ليها شكلها. يا اما لو كانت في الفك او لو كانت في الاسنان، كل حاله ليها شكلها في طريقه العلاج بتاعها. بس دي اعتقد بتبان في سن مبكر، يعني بيبان هل اذا العيب في سن مبكر. يعني هو في حاجات بتبان في سن مبكر، وفي حاجات بتبان مع بروز يعني بزوغ الاسنان الدائمه، يعني ممكن الاسنان اللبنيه تبقى مظبوطه ومتظبطه ما فيش اي مشاكل، وبعدين يحصل تزعم في الاسنان اللي هي الدائمه لما تطلع. دكتور الوقت كالعاده بيداهمنا، بس انا في سؤال اخير جالي على الواتساب واتبعت لي اكتر من 10 مرات. طفل اسمه ياسر عنده 10 سنين، هو بيستخدم الفرشه بصفه منتظمه ولكن عنده مشكله كل ما يشرب حاجه ساقعه بيحصل لسعان في والم شديد في اسنانه. ممكن يكون بيغسل اسنانه بس حصل تسوس، يعني مش شرط ان انت بتغسل اسنانك يبقى 100% ان هي مش هتسوس، لا يعني ممكن يكون في دي هي بتقلل الريسك، يعني غسيل الاسنان والانتظام في غسيل الاسنان بيقلل خطوره التسويس انه ما يحصلش، لكن لو حصل ممكن يحصل. فلو حصل بيحصل ان انت بتحس بالسائع والحلو ممكن والسخن كمان ممكن يلسعك في الاسنان، فلازم يكشف ويروح يزور دكتور الاسنان يقول له السبب ايه. تمام. دكتورنا العزيز دكتور يحيى سيد حنفي بنشكر حضرتك على المعلومات القيمه حاجه اديتها لنا، وهنعمل لقاء في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين بنشكر حضراتكم والى اللقاء في حلقه قادمه الجمعه الجايه قبل نص ساعه من دلوقتي وبرنامج صحتك ثروتك. اشكركم.